قد يساعد تصفح الإنترنت في الحماية من الخرف بين كبار السن، هذا ما تستكشفه دراسة أمريكية جديدة من جامعة نيويورك حول تأثير استخدام الإنترنت بين كبار السن كوسيلة للوقاية من الخرف. لكن هذا الاستخدام له شروطه بحسب الدراسة ليكون مجدياً لدى تلك الفئة. وبحسب موقع Medical News Today، يجب أن يستخدم المسنون الإنترنت بانتظام ولمدة تصل إلى ساعتين بحد أقصى يومياً، وقد سجلوا أكبر انخفاض في خطر الإصابة بالخرف. وبحسب الدراسة التي استغرقت حوالي 17 عاماً، كان مستخدمو الإنترنت المنتظمون أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 43% مقارنة بالمستخدمين غير المنتظمين منهم. ولكن مع الاستخدام المفرط للإنترنت وتنقل كبار السن قسرياً عبر قنوات التواصل الاجتماعي المليئة بالأخبار السيئة، فقد يتعرضون بشدة للصور السلبية للشيخوخة والشعور بأنفسهم أقل. وبالنظر إلى تأثير التحصيل العلمي والعرق والجنس والجيل على الارتباط بين استخدام الإنترنت وخطر الإصابة بالخرف، وجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف لا يختلف بناء على هذه العوامل. إذن وباختصار، ينبغي دعم كبار السن لتعلم واستخدام التكنولوجيا الجديدة عبر الإنترنت لأي غرض يرغبون فيه. هذا ما أكد عليه باحثو الدراسة، كون العديد منهم لا يزال يواجه حواجز مختلفة تمنعهم من جني الفوائد المعرفية والاجتماعية لاستخدام الإنترنت.